اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، فراخ محشيه. دايما الفريك يقول لك فراخ بالفريك، حمام بالفريك، والفريك ما يحب الشريك. انا معايا جوز فراخ النهارده، عايز احشيهم رز بالخلطه، كبد وقوانص وكلاوي، الشغل المصري اللطيف الحلو ده كده، ونهتم بيهم ونهتم بالشوربه اللي الفراخ هتتسلق فيها بعد ما نحشيها، اللي هي معاها بصل ومعاها حبهان وورق لورا والحاجات الجميله. الحلو بتاعي النهارده البطاطا. البطاطا في السوق وفي موسم الشتاء بغرقها السوق. عايزين نعملها النهارده مهلبيه، دايما البطاطا بناكلها مشويه بناكلها مسلوقه، فعايز اعملها النهارده مهلبيه بالمكسرات، حاجه لطيفه كده لكبار السن والاطفال، وندعمها بالمكسرات عشان تبقى قيمتها الغذائيه عاليه جدا. طبق السلطه بتاعي النهارده سلطه الطماطم بالزعتر، معانا زعتر ومعانا طماطم، زيت زيتون وتوم. الطبق ده فواتح الشهيه على السفره بتاعتنا عشان نخلص على جوز الفراخ المحشيين بالرز والخلطه. تعالوا نعمل سلطه مع بعض. السلطه دي سلطه الطماطم بالزعتر، نشوف نعملها مع بعض ازاي. تفاصيلها بسيطه وسهله: طماطم، زعتر، زيت زيتون، فصين من التوم، عودين نعناع اخضر، قليل من الشبت. هسلى فيها كده وانا شغال، مخرجنا قال لي وقتك خلص يشكر. وانا شغال عينيا. طماطم اهيت ونشتغل مع بعض. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوف اوف اوف. طيب ادي الطماطم بقطعها كده، بيعجبني الشكل ده في التقطيع. تتبيلتها عباره عن توم، يعني انا بصراحه واتكلم الصراحه ما بحبش اشتري مخلل من بره، يعني انا في المخللات باكل الخيار المخلل وبيتعمل في البيت. عايز اكل بقى حاجه كده طبق فتوش، هيبقى فيه السبايسي وفيه كل حاجه ويفتح الشهيه. طبق تبوله سلطه الطماطم زي دي، مش هنخسر حاجه. سلطه خيار، فيا ريت تخلي الحاجات اللي هي فواتح الشهيه تعملها في البيت. انا مش ضد بتوع المخلل عشان ما حدش يزعل مني، ولكن خليكي دايما في الحاجات الامنه تعمليها جوه البيت دون ما نخش في تفاصيل. ادي الطماطم، كفايه كفايه. زعتر، ده زعتر فريش اخضر، لقيته عند الراجل بتاع الخضار بجيبه على طول وانا مغمض. استخدمه في حاجات كتيره قوي. معانا شويه بقدونس، معانا شويه زعتر تانيين، الا فص التوم الني ده هو ده اللي هيدي لها الشقاوه. اشيل كل حاجه دي من هنا. حابين نحط بصله ناعمه نحط، مع اني مش بحب البصل معاها، بس البصلايه برضو بتفتح الشهيه. شويه الملح الحلوين بايدك، سنه شبت صغيره بحبها مع الطماطم بعشقها. نقلب كل ده مع بعضه، الا شوربه الفراخ دي ما تترميش، دي ما تترميش، استخداماتها كتيره قوي على فكره. تقدري تعملي ايه تاني عشان خاطر الساده المشاهدين؟ بنصفيها من البوكيه جارنيه والبصل والجزر اللي فيها، ونسيبها لما تبرد وتحطيها في اكياس وتشيلها في الديب فريزر. تستخدميها استخدامات كتيره قوي، تعملي بيها ملوخيه مش هتقول لا، صينيه بطاطس بالفراخ مش هتقول لا، دقيه باميه بالقوطه مش هتقول لا. كل الكلام ده لازم تعمليه، خلي بالك، بدل ما تشتري مكسبات طعم. عمرك ما مكسبات الطعم ما هتديك اللون ده، دي ناقصها حاجه مهمه جدا. معانا زيت زيتون، غرقها زيت زيتون. حلو، عصره ليمون. سلطه الطماطم اهيت، تقعد عندك في الثلاجه اسبوع تاكل منها، الليمون بيحفظها. عايزه تقعدها يوم واثنين وثلاثه حط عليها خل مش هتقول لا. هنقلب كل ده مع بعضه. زيت زيتون، عصير ليمون، بصلايه، تومايه، سنه شبت، شويه الملح الحلوين عشان يدوا طعم. جوزك بيحب الحار، حط له فلفل حار مش هتقول لا. عندنا خصيه حلوه كده، كابوتشايه، مع ان الخس البلدي في السوق، بنحطها هنا كده وناخد السلطه الحلوه دي كده
بس نصيحة مني بقى، انت بتحبيني انا عارف، تسمعي كلامي انا عارف، السلطة دي ما تتاكلش دلوقتي خالص، تاكل بعد ساعتين، طلعها من التلاجة بعد ساعتين تاكليها، هتدعيلي للأمانة. حلو، كأنك بتاكلي مانجا. سلطة الطماطم هنخليها هنا مكانها، حلو كده هنا يا شباب. حلو الكلام. السفرة بتاعتي بسيطة وسهلة النهاردة، ولكن فيها حب، فيها خبرة طهوية. ازاي عملت جوز فراخ الحشوة ما طلعتش برة، الفراخ مستوية، اهتميت بالشوربة بتاعت الفراخ، عملت مهلبية بطريقة جديدة، مهلبية البطاطا الحلوة. ممكن نعمل نفس الطريقة القرع العسلي. عملت سلطة لطيفة وجميلة بتقوم بدور الترشي أو طبق المقبلات الجميل اللي يفتح الشهية، وخلينا نخلص على جوز الفراخ. يعني مع بعض بنقول بصوت واضح وبصوت عالي، احنا بنشوف كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية الشيف المغازي بيقدم لنا الرؤية والفن والإبداع ببساطة جديدة، وبساطة تقدر كل ست بيت تعمل الأكل ده بدون تكلفة. رؤية، فن، إبداع، منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.